مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. يوم واحد بس بيفصلنا عن سنة جديدة، سنة بنتمناها يا رب تكون سنة خير وسعادة على كل الأمة العربية وعلى العالم كله. كانت يمكن سنة 2020 صعبة بسبب الوباء اللي احنا عشناه الفترة دي، ولسه مكمل معانا في 2021. نتمنى ان ربنا يرفع عنا الوباء ده والبلاء ده، وان شاء الله تكون السنة دي كلها خير وسعادة، وكل واحد بيتمنى حاجة ان هو يحققها. وطبعا بنتمناها سنة بطولات وإنجازات كمان للنادي الأهلي. يعني يمكن سنة 2020 حققنا 3 بطولات على مستوى كرة القدم، إن شاء الله اللي جاي أفضل ونحقق بطولات أكتر من كده بكتير. كل سنة وإنت طيب يا أحمد.